ليلة كبيرة جدا، أجواء مثالية جدا كما يقال، جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين أن يقدما أداء ممتعا، والآن مع انطلاقة المباراة ليفاندوفسكي، روزوفيتش، مارتينيز، لمسة على اليسار، كوريا، والآن لديه مساحة كوريا، كرة في المرمى، جول! يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة. من يؤمن في قدراته يستطيع أن يحقق المعجزات. هذه هي كرة القدم، وهذا هو ما حدث اليوم. لقطة تظهر لك إمكانياتها العالية، إنهاء رائع جدا الهجمة، لعب الكرة بكل هدوء، بثقة، بإمكانيات بروزوفيتش، أخطأ لكنها مرت بسلام. بيدري يلعب كرة للجانب الأيمن، مهارة غير عادية تظهر هنا، ليفاندوفسكي يبحث عن المهاجم، خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها، روبرت ليفاندوفسكي يلعبها على اليمين، روبرت ليفاندوفسكي اليوم الهجوم محاصر في مصيدة في التسلل، ممتاز في التمرير، سيرجي روبرتو، والآن إلى رمية التباس، بيدري، تحصل الفريق على رمية تماس أخرى، باريلا، كرة من جهة اليمين، تحكم رائع في الكرة، باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية، بينية جميلة، مساحة خالية على الجانب، لديه مساحة هنا، كوريا، يا إلهي، هدف النيران الصديقة، يا له من خطأ مؤسف جدا، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يمر ويلعب كرة بينية، ليفاندوفسكي يجرب حظه بالتسديد، لم يكن محظوظ، الفرصة الخطيرة جدا، ديونغ ربما كان عليه أن يفكر في خيارات أفضل من التسديد من هذه المسافة، بوسكيتس يلعبها لمنطقة الخطر، مرت الكرة، لا يمكن إهداء، فيران توريس، فعلها وسجل، كرة في الشباك، رغم الرقابة كان ينجح في التسجيل بكل هدوء، لا يمكن إيقافه بسهولة، لعبة رائعة منه، يعرف كيف يتخلص من الرقابة، يعرف كيف يتعامل مع الضغط، هذه هي سمات اللاعبين الكبار. تم تدليل الفارق إلى هدف وحيد، ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام، مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة، ديونغ، بداية هجمة كانت مبشرة، واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجم، تشانوغلو، الله على هذا التألق لحارس رائع، تشانوغلو، نعم نعم، حاول أن يسجل، لكن واجه حارس غير عادي، تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان، ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جداً.
يتدخل بنجاح يحصل على الكرة. هجمة مرتدة الآن، انخطفت الكرة الآن بدون رقابة، عنده فرصة كبيرة. ليفاندوفسكي، الفريق كان عاجزا وافتقد الحلول، ومع دفاع جيد طبيعي يفقد الكرة دون أن يشكل أي خطورة. الآن فرصتهم للمرتدة، لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف أضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، يلعبها ببراعة. لعبة جميلة لكنها لم تستغل. جوسنس، تمركز واستلام كرة كان رائع جدا، لكن أين إنهاء الفرصة؟ عليك أن تكون حاسما أمام المرمى، ضاعت فرصة كان يمكن استغلالها. تمريرة بينية تبدو خطيرة. باستوني، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. بينية رائعة، هل ينجح في المرور؟ فرصة ثانية كورية، صنع فرصة جميلة للغاية، انطلاقة جميلة بالكرة، لكن في نهاية تسديدة لم تكن بنفس روعة الانطلاقة. الكرة ملعوبة من مسافة، الحكم ينهي شوط المباراة الأول. ستنطلق صافرة بداية الشوط الثاني. تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية. فيران توريس، بمجرد أن يفقد الكرة يتحول كل اللاعبين إلى الضغط من أجل إجبار الخصم على ارتكاب الأخطاء. استعادة الكرة في أقرب وقت ممكن، أسلوب فعال جدا حينما يطبق بشكل سليم ويكون دائما مميز بالنسبة للفريق اللي عنده الجودة الهجومية بصراحة والقدرة على تطبيق هذا الضغط. يا سلام، مرور جميل، كان على وشك استغلال هذا الخطأ. الركنية الأولى في المباراة، يلعبون ركنية قصيرة. مارتينيز، تصدي رائع جدا من الحارس، يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. يبحث عن زميله شكرينيار، باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. كوريا، الآن إمكانية المرتدة، كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم. بيدري، والكرة تعانق الشباك. برشلونة أحرزوا هدف التعادل الذي كانوا يبحثون عنه. هجمة مرتدة جاءت سريعة بعد افتكاك الكرة من الوسط، ضغط الفريق يولد الأخطاء ويخلق الفرص والمساحات، وهو ما يلعب عليه هذا الفريق. التعادل لا يزال مستمر، مباراة كبيرة بين الفريقين الأقوى، نتيجة متعادلة والأداء فيه ندية كبيرة بين اللاعبين على أرضية الملعب. والتسديد، هدف تراوي، أوه يا لها من متعة، هذه هي الكرة المجنونة، كرة ليس لها أمان، ليلة غير عادية. واضح أن هناك عمل من المدرب بخصوص الضغط البريسنج العالي على الخصم في هذه المناطق من أجل خلق فرص أخطر. ليفاندوفسكي، ردة فعل ممتازة للكرة في المنطقة. باريلا، إنتر لديه جودة كبيرة في التمرير. راحت الكرة، مارتينيز، الكرة
الشباك. الله على الكرة، هدف جميل جدا، براعة كبيرة في التمويه، في المرور بشكل جميل أمام حارس المرمى. تقدم بهدفين مقابل لا شيء، هدف غير الأجواء هنا في الملعب على الأقل من جانب واحد. ضغط كبير يساعد في استعادة الكرة. شالهانوغلو، حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان، ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. دومفريس، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسب الحكم. باريلا، بروزوفيتش يلعبها في المساحة. جوسنس يتلقى الكرة، يعود بالكرة للوراء. الله ما أروعك، صمام الأمان للفريق يقطع الكرة. جوسنس يصوب كرة، الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم، لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. برشلونة نجح في إيقاف المرتدة بتدخل حاسم في توقيت رائع. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف ضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. اللاعب يستلم الكرة، تشانالوغلو يلعب كرة بينية، والآن فرصة موجودة. مارتينيز، يا سلام، كرة جميلة جدا في المرمى، وضع الكرة الساقطة بإتقان شديد. شوف الثبات وشوف الثقة قبل إرسال الكرة بهذا الشكل، صفات لاعب من طينة الكبار، لاعب فنان. إنهم يتقدمون الآن بفارق مريح 3 أهداف، والآن فرصة للتحول الهجوم. كوريا، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، بروزوفيتش تحرك جميل، يحتسب الحكم ركلة حرة. تشانالوغلو يتقدم لهذه الكرة، متخصص في هذه الكرات، وأكيد راح نشوف فرصة خطيرة. تشانالوغلو، كرة عالية جدا. باص سيء، لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. إمكانية مرتدة الآن، تمريرة بينية. اندفاع كبير جدا في اللقطة الماضية. برشلونة، وفرصة من علامة الجزاء. لو سجلها راح يؤكد تفوق في المباراة. تير شتيغن يواصل التألق، ينجح في التصدي. بيدري، جوردي ألبا، وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. بوسكيتس، وتنطلق صافرة الحكم لإنهاء اللقاء. معاناة كبيرة جدا، دفاع مهزوز، خط وسط لم يكن في أفضل حالاته، المهاجمون أيضا لم يقوموا بالمساندة الدفاعية، نتيجة كانت